لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي، ولا فيكي حاجة ناقصة، انتي لسه جميلة لسه عايشة ولسه حاسة كل حاجة حلوة فيكي، ولا فيكي حاجة ناقصة. اليوم 25 من تشرين الأول، اليوم العالمي لمكافحة مرض سرطان الثدي. بحكايتنا لليوم حكاية تحدي، إرادة، والأهم الوعي بكشف الملامح الأولى لهذا المرض. هي حكاية تشبه كتير من السيدات يلي قدروا يتحدوا ويواجهوا هذا المرض، وطبعاً تبقى حلمهم بالحياة وردي. لازم يكون عندها إرادة، لازم ما نحط حاجز إنه نحن خايفين أو إنه هو مرض بيعمل هالة من الخوف أو الرعب. بدها تحب الحياة، بدها تحب حالها أول شيء، بدها تنسى إنه هي أصلاً إنسان مريض. بدها تعتبر إنه السرطان صديق مو عدو، لأنه السرطان بنظري فعلاً صديق مو عدو، لأنه بيعطي كتير أشياء. يعني على الرغم من سلبياته هو أعطاني كتير دافع قوي بالحياة، بيزيد الصبر، بيزيد الإيمان. المشكلة هي بإرادتنا من جوا، يعني إحنا مننكسر أو منحس بالخوف، منخليه هو يتغلب علينا أو منساويه صديقنا، إنه هو شيء عايش بجسمي، بدي أتأقلم أنا وياه، بدي كفي المرحلة، وفي حدا فينا بده ينتصر، ودائماً بأي معركة في طرف بده ينتصر. بهي الروح يلي فيها الكثير من الإرادة، كانت الخطوة الأولى بطريق الألف ميل في رحلة الشفاء من مرض سرطان الثدي. حسيت اني كثير متقبلة الموضوع، انه ما حسيت هيك شيء يهزني من جواتي، او يمكن ايام الصدمة بتخلينا يا نتخدر يا نتلقاها بفرحة يا نتلقاها بحزن. فلما عرفت الخبر قلت لازم اتأقلم. اللي كنت رافضته شوي انه دواء او حبه او علاج، لانه شيء جديد، وانا قضيت عمري ما باخذ حتى حبه وجع راس، فالشيء جديد كان علي. ما حسيت بحزن، قلت اني لازم اتعامل معه انه هو كشخص ثاني موجود بشخصيتي. فمضت مراحل العمليات، كنت اقعد مع الدكاتره اسال شو النوع اللي معي، كيف بيتعالج، شو لازم نعمل. ما خلي حدا من اهلي او عائلتي يخبي علي، لازم اواجه انا الموقف. مالي مضطرة أفتح الإنترنت لأقرأ على المواقع إنه شو هذا النوع وشو بيساوي، لأنه كل شخص فينا جسمه له طريقة ومقاومته له طريقة ومناعته له طريقة. فقلت لا، إرادتي اللي لازم تخليني كفي. بصمت ولسنوات وبخوف من نظرة المجتمع، والأهم الخوف من مواجهة المرض، بقيت المرأة عم تواجه الألم. لكن اليوم ومع الوعي اللي عم بيرافق كل فتاة وسيدة، صار الصوت مسموع وباتت الإرادة كفيلة بالقضاء على سرطان الثدي. وقت قالوا أول شيء إنه بدك كيماوي، أقلمت حالي على الموضوع إنه ما في شعر. طيب أوكي، رح أزعل أول يوم وقت بده ينزل بإيدي. قررت جيب علبة وخبيهم إذا نزلوا أحتفظ فيهم، لضل مقوية حالي إنه لقدام دون يطولوا. الإرادة هي بين فترة إنه أنا بدي جرعات كيماوي، بين فترة عمليتي الثالثة اللي بدي أعملها، خليته يوقف عند حده. هي الإرادة خلتني ما أعتاس كيماوي. تجاوزت ثالث عملية، قالوا إنه بكفي إنه نعمل أشعة. إنك تحب الحياة لتبقى البسمة مرسومة على ملامح عائلتك ومحيطك هو المفتاح يلي لابد إنه تمتلكيه، لكن رح يبقى وعيك بأهمية الفحص الذاتي والكشف المبكر عبر المراكز الطبية الموجودة هو البوابة لحياة وردية. الحياة بتاخد وتدي،